هي كنيسة، هي كنيسة المعتاد. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم لك قفزت ماشي. إيه يعني إيه بقى؟ يعني إيه اثنين أو ثلاثة بيعملوا إيه معنا؟ ممكن نقعد دلوقتي وناكل باسم. ماشي باسم. طيب الكتاب بيقول that the church الكنيسة دي جماعة المؤمنين زي ما قلتوا برعاية وكيل ربنا على الأرض اللي هو الأب كاهن أو الأب الأسقف أو الأب البطرك أو أي كان ممثل الكهنوت. هدفها ده أهم حاجة إن كلهم يوصلوا فين؟ يوصلوا فين؟ ده ربنا أو الملكوت. حلو؟ ماشي. في يوحنا 17 المسيح في الخطبة الوداعية دي كانت خطبة الوداعية بتاعت المسيح. الخطبة الوداعية دي مجموعة خطب المسيح ادها لتلاميذه في العشاء الأخير أو بعد ما خلصوا العشاء الأخير والإفخارستية، كان بيمهدهم لهنعمل إيه بعد ما أموت وأقوم وأروح والكلام ده كله. فقال لهم حاجة بنفهم منها الكنيسة معناها إيه قدام ربنا. في 11 بيقول لست أنا بعد في العالم أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن. حين كنت في العالم كنت أحفظهم والذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. الآية دي بتفهمنا إن إحنا دورنا في الكنيسة نبقى كلنا ممثلين واحد في شخص المسيح. المسيح كان بيطلب من الاب اديهم ان هم يكونوا واحد كما نحن واحد. عايزين بقى نفهم ايه مفهوم الواحد ده، لان ده كله مفهوم الكنيسه. نرجع للمحاضرات اللي اتكلمنا فيها في تجسد الكلمه. ايه اللي حصل وقت السقوط؟ الانسان انفصل عن الله بالخطيه. يعني الانسان كان مع ربنا، طبيعة الإنسان كانت خالدة وكان عايش مع ربنا للأبد. الخطية عملت الفصل ده. لما المسيح اتجسد قلنا عمل إيه هو في الطبيعة بتاعتنا؟ وحدها للطبيعة الأولانية بتاعتها، صح؟ الحركة دي لما آدم فصلها المسيح هو اللي رجعها تاني، فبقينا إحنا كلنا ممثلين إيه؟ المسيح في جسم المسيح. فالكنيسة هدفها أو معناها هي أعضاء كلها في جسد المسيح. يعني أنا لو هشترك في حاجة لازم أفهم إيه هي الحاجة دي. لو أنا هشترك في الكنيسة لازم أفهم إيه الكنيسة دي. الكنيسة عبارة عن جسد المسيح ونحن أفرادا أو أعضاء في جسد المسيح. ده اللي بولس الرسول بتاعه، صح؟ ده أول مفهوم للكنيسة. الناس بره بتقولوا ايه؟ بيقول لك ان انت مش محتاج الكنيسه، كفايه ان انت تؤمن وتقول ان ربنا او المسيح هو ربنا وبكده تخلص. هل ده صح ولا غلط؟ لو صح ليه ولو غلط ليه؟ ابقى اسالكم. الناس بقيت طوائف تانية بتقول ان انت مش محتاج كنيسه، مش محتاج تروح كنيسه، كفايه ان انت تؤمن وتقول ان المسيح هو ابن الله وتامن بالصليب وتامن بالفداء وتامن بكل ده عشان تخلص. ليه غلط او ليه صح؟ هو ما امن وعمل خالص. حلو. المعموديه دي ماشي. يبقى الاسرار واحد. ايه كمان لا المعموديه صح، الاسرار واحد، الممارسه بس هنجلها. بس انا عايز اوصل نقطه قبلها. الايمان لوحده، الايمان ربنا لوحده مش كافي ان انت يبقى اسمك ابن ربنا او تبقى عضو في جسد المسيح. ليه؟ بس ليه تاني؟ هو الشيطان مأمن ولا مش مأمن؟ الشيطان مأمن وموحد الله وكل حاجة. الشيطان ما اعترضش، صح؟ الشيطان مأمن. الشياطين يؤمنون وايه؟ ويقشعرون. يعني هم اصلا خايفين ربنا اكتر مننا، هم عارفين قوة ومجد ربنا ايه. عدد
فالإيمان لوحده ما ينفعش. كون إن أنا أقول أنا مآمن وبآمن بربنا وبصلي وبصوم وبسمع الوصايا اللي في الكتاب مش إناف. ليه؟ ها؟ هنيجي للأسرار. يس، ما هي الأسرار بتاعتي. الأسرار خلاص كده. فكون إن أنا بقول أنا هنضم للكنيسة، الكنيسة أول حاجة إحنا قلنا جسد المسيح وإحنا أفراد. تاني حاجة، الكنيسة هي المكان اللي بنمارس فيه العمليات الحيوية للأعضاء دي. يعني الإيد دي لو منفصلة عن الجسد تشتغل؟ ليه؟ عشان مش متوصلة بالعمل بالقلب والدم والدماغ. في آية بتقول أنت الجسد تتألم عضو تألمت جميع الأعضاء. فهي أول مفهوم للكنيسة جسد المسيح وإحنا أعضاء. تاني مفهوم هي المكان أو المؤسسة أو طريقة الحياة اللي بنمارس فيها العمليات الحيوية للأعضاء دي. الإيد محتاجة مية ودم وبروتين ومصر والكلام ده كله. بتجيبها منين؟ من بقية الجسم. لو انفصلت عنه ما تبقاش شغالة. فلو كل واحد لوحده بره الكنيسة هيشتغل؟ هيبقى عضو حي زي أي عضو، بيبقى دمران وامبيتيري. ليه؟ ما مش شغال، مش متواصل مع بقية الجسم. المفهوم العقيدي بقى بتاعها عشان نفهم الآباء بيفسروها ازاي. الإنسان لما اتخلق، اتخلق في آدم، وآدم اتخلقت فيه كل الخليقة. بمعنى ايه؟ لما الكنيسة بتقول البابا كرولوس الأول عمود الدين بيقول إن إحنا كلنا مخلوقين ومولودين، مخلوقين في آدم ومولودين في المعمودية. المسيح الوحيد المولود غير مخلوق، عشان كده هو اللي ما كانش شايل الخطيئة زي ما قلنا مرة فيه. فعشان كلنا مخلوقين في صلب آدم، دي عقيدة في الكنيسة اسمها وحدة الجنس البشري. معناها إن آدم غلط، خليقة كلها غلط. آدم سقط، خليقة كلها سقطت. آدم خلص، الجميع كله يخلص. مفهوم الكلام؟ ماشي. عشان نفهم الكنيسة، آدم اللي عمله إن هو فصل الوحدة ما بينه وبين ربنا. فالمسيح لما جه صلح عمل ايه؟ رجع الوحدة. بس عشان الوحدة دي تستمر حطها في الجسد الواحد اللي هو بتاع الكنيسة ده. فأي انفصال عن الكنيسة يعتبر انفصال عن مين؟ عن المسيح نفسه. يعني أنا ما ينفعش أقول أنا أروح الكنيسة مرة في السنة، مرة في القرن، اتناولت مرة وأنا صغير، اتعمدت مرة وأنا صغير، وخلاص على كده. ليه؟ الإيد دلوقتي شغالة. لو الإيد بطلت تشرب وتاكل إيه اللي هيحصل لها؟ هتتبتر، صح؟ فعشان كده الكنيسة هي عملية حيوية مستمرة. ليه الآباء بيقولوا المعمودية واحدة والتناول كذا مرة؟ الميلاد بيحصل كم مرة؟ مرة. والأكل بيحصل كم مرة؟ استمرارية. لازم أكل، لازم أشرب، لازم، صح؟ عشان أعيش. فده دي الكنيسة. الكنيسة هي العملية الحيوية اللي بتساعد إن الإنسان يفضل عايش في المسيح. يبقى كده مفهومين للكنيسة. أول مفهوم قلنا هو جسد المسيح وإحنا كلنا الأعضاء. تاني مفهوم هي العملية الاستمرارية اللي إحنا بنرتبط بيها من ربنا. طب ليه بنقول لازم كنيسة؟ إيه أهمية الكنيسة؟ إيه أهمية إن إحنا نبقى في الكنيسة؟ الممارسة. لما آدم المراحل اللي مر بيها كان أربع مراحل. آدم اتخلق، وبعد كده سقط، وبعد كده مات، وبعد كده فسد للآخر قبل الكنيسة، صح؟ اتخلق، سقط، مات، بقى فاسد، صح؟ عشان المسيح يجي ويصلح ويعمل لنا الكنيسة هيعمل إيه للأربع حاجات دول؟ هيأندو كل ده، يجي لكل واحدة ويصلحها. دي أهمية الكنيسة، الأربع حاجات دول اللي احنا نعكسه. يبقى ناخدهم من الآخر. أول واحدة المسيح عملها كان عمل إيه؟ فسر الدم من الفساد.
خلصنا من الفساد. فبدل ما احنا كنا بنموت ونفضل فاسدين بقينا نموت وايه؟ ونقوم تاني. فمفيش فساد، مفيش خلود في الفساد للأبد. تاني حاجة، الأول كان آدم مات وخلاص مات، دلوقتي اللي بيموت بيفضل ميت ولا احنا عارفين ان هو عايش ومنتقل؟ يعني الموت الأبدي ده بطر بسبب ايه؟ الكنيسة. تالت حاجة، السقوط اللي آدم سقطه اللي كان نتيجة الخطية، هل دلوقتي احنا كل ما واحد فينا بيغلط بنسقط نفس السقوط؟ صح؟ ربنا ادانا الايه؟ الأطراف والتوبة، صح؟ طب والكلب؟ موجود فين؟ في المعمودية. أربع مراحل اتصلحوا بأربع أسرار. الكلب تصلح بيه معمودية، السقوط تصلح ها؟ توبة والأطراف، الموت تصلح لا اللي ما بيخلق. الموت والفساد مع بعض تصلحوا بيه تاني سر الكارستية. تمام، من يأكل جسدي ويشرب دمه يحيى إلى الأبد. يبقى مفيش موت. ها؟ لازم نيجي. تمانية من كله يحضر. ماشي؟ تاني حاجة يبقى دي الأسرار، يبقى الكنيسة العملية الحيوية واحد من الأسرار. تاني حاجة بنعملها في الكنيسة إن الإيمان اللي إحنا بنحصده ده نعمة من عند ربنا إن إحنا نعرف نآمن بيه. يعني الملحدين مشكلتهم إيه؟ الملحدين مشكلتهم إن هم فاكرين إن بعقلهم هيفهموا ربنا. فهم عايزين logical explanation إن مين ربنا ده؟ طب إحنا إزاي مآمنين؟ الإيمان متوارث. لا مش متوارث. تسليم. نعمة من عند ربنا. نعمة ان احنا نكمل بمعنى تآمن بالكلام ده. الآية بتقول ايه؟ اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا ايه؟ ابناء الله. انت ليك انك تقبل بس ان في حد اسمه ربنا، وربنا يديك ايه؟ انك تبقى ابنه، انك تبقى مآمن، وانه يحط في قلبك الايمان. طيب ليه كنيسة تاني؟ باول واحدة علشان نكمل الدورة الدموية بتاعتنا. عندنا معمودية وطبع اعتراف وتناول علشان أربع مراحل السقوط اللي قالهم سقطوا. ليه تاني كنيسة؟ ليه تاني كنيسة؟ لو أنا جه حد قال لي مفهوم مختلف هروح فين؟ مين هيفهمه لي؟ لو أنا مش بروح الكنيسة وحد جه يفهمني مفهوم غلط عن المسيح بتاعك او الامام بتاعك اروح فين؟ اعمل ايه؟ كتاب مقدس؟ ماشي، ما انا هقول ان هم اثنين ومرضى تقول ان هم ثلاثه وانت تقول ان هم اله واحد. مرضى اشركت بالله. في مرضى يبقى الكنيسه دلوقتي في المثال الثالث ده بتاكت كريفرنس في ستابيلتي في الايمان. في عمود احنا كلنا مسندين عليه في الايمان بتاعنا. صح؟ يس، من التسليم. ليه؟ لان انا واثق ان انا اللي اتعلمت منه مين اللي رشمه؟ بطرك. والبطرك ده مين اللي رشمه؟ بطرك قبليه. والبطرك اللي قبليه مين اللي رشمه؟ بطرك قبليه. لحد ما نوصل لاول بطرك كان مين؟ ماري مرقس. وماري مرقس مين اللي رشمه؟ المسيح. يبقى انا هل في اي 1% ان الناس دي كلها بتقوله يطلع غلط؟ لا. فبتدي استابيليتي ان انا ككنيسة، ان انا كمجتمع رسولي من اول المسيح لحد دلوقتي، ان انا ما عنديش اي غلطة في الامام بتاعه. انا ما فيش حاجة بتتغير في الامام بتاعه. براجع ليه الكنيسة جسد واحد؟ ليه تاني؟ يبقى واحدة مع المسيح. اتنين استمرارية وهتقوي من المسيح. تلاتة دي الأسرار، دي الاستمرارية. ثلاثة reference وستابيليتي للإيمان اللي أنا بآمن بيه.
اخر حاجه بنقولها في صلاه باكر اللي بتسمرايز كل دي، رب واحد، ايمان واحد، معموديه واحد. لو كل واحد مش جوه نطاق الكنيسه، مش جوه نطاق الوحده دي واشتغل من دماغه، هل هتبقى معموديه واحده؟ ادينا شايفين كل واحد بيعمل ازاي. هل هيبقى ايمان نفس الايمان؟ مجال استابيليتي. هل هيبقى ربنا واحد عندنا كلنا؟ مين اللي بيحفظ لنا الثلاثه دول؟ كنيسه. تمام. فلازم المفهوم ده نفهمه مش لينا احنا بس، لاولادنا كمان. الامثله بتاعه الجسم والايد ده سهل عليهم ان هم يفهموه، لو ما فهموهوش بيطلعوا بيكبروا طب انا اروح الكنيسه ليه؟ ايه اللي ليا فيه؟ طب هو مش حاسس بانتمائه ومش حاسس بعضويته ومش حاسس باهميته في الكنيسه، عمره هيكمل، عمره هيحس ان هو جزء من الجسم ده، صح؟ طيب ازاي بقى اعمل كنيسة؟ يعني مش اعمل كنيسه، ازاي اشارك في الكنيسه؟ ازاي ابقى جزء من الكنيسه؟ فكر في الجسم، اي حاجه في الجسم حتى ازاي ابقى جزء من الكنيسه؟ ها؟ اشارك ايه؟ ابقى متصل بالاسرار، ماشي. غير ان ابقى متصل، الايد دي ماشي متصله، دي بتفيدها ايه؟ هي بتعمل اي حاجه للجسم؟ اه ناخد بالي من الاعضاء الثانيه. الايد عمر ما مثلا رجلي تبقى فيها حته عايز اهرش فيها واللي تقول لي لا مش ههرش، صح؟ صح. استحاله تبقى بطني بتقول لي جعان وبقي يقول لي مش هاكل، انا ده عضو وده عضو. الا العامل ضيق. صح؟ انا بطني تقول عايزها نرميها اكلها نرميها، صح؟ الحمد لله. يبقى اول واحد العضو متصل، العضو لازم يبقى على طول باتصال بالكنيسه، ده طريقه ان انا اشارك وابقى جزء فعال في الكنيسه ان انا ابقى على طول متصل. اثنين ابقى بدي بقيه الاعضاء من موهبتنا، الايد بتعرف تجيب حاجه علشان البق ياكلها عشان المعده تبروسس علشان العضلات والعظم يكبر، كل دايره من فيه بعضها. يبقى اول حاجه اتصل، ثاني حاجه ان انا يبقى في سينكرونايزيشن وفي مصلحه لبقيه الاعضاء، ثالث حاجه ان مفيش عضو يعرف يعيش من غير ما التانيين يبقوا عايشين. يعني هل الايد هتبقى عايشه لو القلب ميت؟ هل اي حاجه في الجسم هتبقى عايشه لو العقل ميت؟ حتى لو في امبيوتيشن بعد الف شهر على كلكم، هل بيبقى بقيه الجسم بيفانكشن طبيعي ولا بيجي له مايكروبز وانفكشنز وبكتيريا وي؟ صح. فاول حاجه انا متصل، ثاني حاجه انا بفيد بقيه الاعضاء، ثالث حاجه بساعدهم يفضلوا ايه؟ عايشين. معنى ان هم عايشين معناه ان هم واصلين فين؟ في الحته الروحيه. لو انا عايش يبقى معناها ان انا في طريق مين؟ ربنا، طريق السماء. يبقى لو اي عضو ابتدى يعيا انا دوري كعضو تاني في الجسم هعمل له ايه؟ اه الله. لو الايد اتجرحت الدم بيعمل ايه؟ البلازما اللي فيه بتكتر يقفل الجرح علشان ايه؟ الايد تهيج. صح؟ هل ده قال ده يعمل حاجه؟ لا، الدم اشتغل ايه؟ تلقائي. لقى ايد هتبوظ قال لك انا هشتغل عليها. يبقى انا دوري في الكنيسه عشان ابقى عضو من اعضاء الكنيسه وعضو فعال في جسد ربنا، اول حاجه انا احافظ على حياتي انا ان انا ابقى متصل. ثاني حاجه ان انا اساعد بقيه الاعضاء تفضل متصله. ثالث حاجه ان انا ما اسيبش اي عضو يموت من غير اساعده. نطبق بقى الكلام ده في الحياه العمليه. انا هتصل بالكنيسه ازاي؟ حضور. ايه تاني؟ تشجيع. اكيد ما يبقى انا حاجه لحد تاني. يس. يبقى انا هتصل بالكنيسه، همارس الاسرار، هبقى علاقه شخصيه بالكنيسه وبالاب كاهن وهمارس الاسرار بتاعتي. طيب هساعد بقيه الاعضاء ازاي؟ خدمه. لو ما بتخدمش يبقى انت عضو لوحدك، يبقى انت مش متصل.
في ايه؟ ليه بتبص لي؟ بتصلي ليه؟ مش عارف، مش عارف. شاوت جنبك. اللهم بارك، اللهم ماشي. اول حاجه انا بتصل بالاسرار، علاقه شخصيه بابونا، علاقه شخصيه بربنا والقداس والافخارستيا. تاني حاجه انا بساعد بقيه الاعضاء وبخدم بقيه الاعضاء بالموهبه اللي ربنا اداها لي. الايد ربنا اداها انها تمسك حاجات. البق عايز ياكل، هل البق هيعرف يجيب ويمسك ويشيل ويبدي ويحطه عشان ياكل؟ لا، لازم الايد تساعده. يبقى خدمه. اول حاجه انا اتصالي بالكنيسه، تاني حاجه انا بخدم، تالت حاجه ازاي هحافظ على بيت الاعضاء ان هم ما يموتوش؟ ازاي احافظ على بيت الاعضاء ان هم ما يموتوش؟ تواصل. ايوه تواصل. يبقى افتقاد ايه كمان؟ تواصل. تواصل. التواصل ده بيعمل ايه؟ استمراريه. يعني زي ما قلت لكم، هو لازم الايد تموت خالص علشان الدم يشتغل ويقفل الجرح ده. من اول ما العضو يبتدي يتجرح، من اول ما العضو يبتدي يبعد، من اول ما العضو يبتدي يبان ان فيه عيب، بقيه الاعضاء بتعمل ايه؟ تجري عليه. يعني لو فكرنا كده، الدكاتره والصيادله اللي هنا يكرمونا، اي عضو في الجسم بيحصل فيه خلل، تركيز الجسم كله فين؟ بيروح عليه. لو انا رجلي فيها وجع، مخي وقلبي وعضلاتي وكل تفكيره مركزين على علاج مين؟ الرجل دي. المورفين بيدخل الدم، والدم كله بيتوجه ناحيه الجزء المضر، وبقيه الاعضاء كلها بتكيتر لمين؟ للجزء ده، كل الاعضاء. فمش لازم يبقى حد ميت خالص علشان افتقده. مش لازم اقول، او ما يصحش اني اقول انا ليا نفسي وبيتي وماليش دعوه لحد تاني في الكنيسه. هل ايدك بتقول كده؟ هل رجلك بتقول كده؟ هل دماغك بتقول كده؟ ما بيقولوش. دورنا كاعضاء في جسد المسيح ان احنا نساعد كل اعضاء جسد المسيح انها تعيش. كل اعضاء جسد المسيح انها تسف لو عيانه. تمام؟ يبقى دي الكنيسه ودي ليه؟ الكنيسه. نراجع؟ ولا تهتوا؟ نراجع؟ ايه هي الكنيسه؟ جسد المسيح. تاني ايه هي الكنيسه؟ تاني حاجه ايه هي الكنيسه؟ جماعه المؤمنين. حافظ مش فاهم. طب ليه الكنيسه؟ واحده واحده رسوليه. إيه؟ واحدة ليه؟ واحدة ليه 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 ما دي كانت ايه انت عشان نعيش حياه الشركه. ها هو قال كده الشركه هي حاسه بتشوفها. انا قلت الكنيسه هي جسد المسيح، الكنيسه هي وحده في ربنا، الكنيسه هي اسرار نرتوي من جسد المسيح. ليه الكنيسه؟ انا عايز الكنيسه ليه؟ ريفرنس. او ازاي اعمل الكنيسه؟ ازاي ابقى جزء من الكنيسه؟ ها انا متصل بالكنيسه. اثنين انا بعمل ايه؟ بكمل بقيه الاعضاء وبساعد بقيه الاعضاء. ثلاثه بعمل فيهم ايه؟ واحده لو هيبوظوا انا سامع حاجات بره بس مش سامع هم بيقولوا دعم. يس، بحافظ على بقيه الاعضاء ان هم ما يهلكوش. طب ليه؟ انا كنا قلنا ايه الكنيسه وازاي اشارك فيها. ليه بقى؟ ليه الكنيسه؟ بتمثل ايه في حياه الكنيسه؟ بتعمل لي ايه الكنيسه؟ ليه لازم ابقى جزء من الكنيسه؟ هدف اوصل. اثنين انت قلتها، ريفرنس وستابيليتي. ثلاثه ها استمراريه في الاسرار. لو انا مش على طول في استمراريه في اتصال للحاجه اللي بتغويني وتحييني، يبقى انا هبقى ميت. من غير الكنيسه مش هلاقي حاجه اعيش بيها. تمام؟ ده المقدمه. نخش في الموضوع. لا لا ده المقدمه بتاعت السيريز. خدنا ايه هي الكنيسه؟ وليه هي الكنيسه؟ وازاي اشارك في الكنيسه؟ المره الجايه واللي بعدها واللي بعدها هناخد ايه الكنيسه تطورها من العهد القديم لحد كنيسه العهد الجديد. كنيسه العهد القديم شكلها ورموزها ايه؟ وهناخد كنيسة العهد الجديد طقسها ايه؟ وازاي نشارك فيها بطقسها وروحانياتها مش بس الحتة الروحية.
ماشي؟ هتقولوا صحيح؟ ماشي. إيه لا أنا كل ما